قبل ما نبدأ الفيلم ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشترك في القناة، وده عشان تتابع معانا أقوى أفلام الرعب. بيبدأ الفيلم مع دانيال ومراتهم لينا اللي بتكون حامل في الشهور الأخيرة، وبنعرف إن هما أسرة سعيدة جدا مع بعض. بعد شوية بيخرج دانيال على الاجتماع بتاعه فبيسمع مراته وهي بتصرخ، وبيعرف إن هي قربت تولد. بيتحرك على المستشفى وبنعرف إن هي ولدت طفلين توأم، لكن للأسف واحد منهم بيموت، وطبعا ميلينا بتكون زعلانة عليه جدا. وبعد كام يوم بيرجعوا تاني على البيت، وميلينا بتكون مهتمية ببنتها فلورا وبتفتكر أختها اللي ماتت كل شوية. المربية هنا بتعرفها إن الطفل اللي بيموت قبل ما يبدأ الحياة بتكون روحه وسطهم في المكان وهتفضل تحس بيه. بعد شوية دانيال بيلاحظ إن مراته بتزعل لما بتشوف السرير بتاع ابنهم فاضي، فبيقرر إن هو يتخلص منه، لكنها بتطلب إن هو يفضل في الأوضة. وبعد 5 سنين بنشوف فلورا وهي كبيرة شوية، ودانيال مع مراته بيعملوا مفاجأة لعيد ميلادها، لكنها بتكون زعلانة زي كل مرة. وهنا بيجي هوا غريب عشان يطفي الشموع بدلها، والكل بيكون مستغرب او خايف من حاجة، وهنعرف ايه هي كمان شوية. وفي الوقت ده بنعرف ان فلورا بيكون عندها شوية مشاكل نفسية من سنين كتير، واللي بتخليها مش بتتكلم مع حد خالص، والام بتكون خايفة جدا عليها بسبب تصرفاتها. وبالليل بتحصل حاجات غريبة معاها في الأوضة، وبتشوف طفل قدامها على السرير، وهنا بتفضل تصرخ عشان دانيال يصحى على صوتها، وبتشوف حد بيسحب الطفل من قدامها. في الاخر بتعرف ان هو كان كابوس مش اكتر، وبيحاول دانيال اللي هو يعرف اللي حصل منها، لحد لما بيسمعوا فلورا وهي بتصرخ. ولما بيروح على الأوضة بيعرفوا ان هي نايمة ومفيش اي حاجة، لكنهم بيلاحظوا ان الشباك بيكون مفتوح لوحده. وقبل ما يخرجوا من الأوضة بيشوفوا ان الشباك اتفتح مرة تانية، فبيعرفوا ان الأوضة دي خطر جدا على بنتهم وبتنام معاهم. في وسط الليل بتصحى فلورا عشان تخرج من الأوضة، وبعد شوية ميلينا بتلاحظ ان بنتها مش وسطهم، فبتروح عشان تدور عليها. ولما بتشوفها قدام الحمام بتعرف ان هي عاوز تدخل عليه، فبتخرج عشان تسيبها لوحدها، لكن الباب بيتقفل عليها. بتعرف ان الباب مش عاوز يفتح تاني، لحد لما بيتحرك لوحده. وبتفضل فلورا تشاور على المراية، وبتشوف هنا كلام بالدم مكتوب قدامها، وطبعا بتعرف ان مستحيل تكون فلورا هي اللي عملت كده. ولما بيجي دانيال على الحمام مش بيلاحظ اي حاجة، وبيعرف ان مراته بتمر بشوية مشاكل نفسية. تاني يوم المربية بتلاحظ ان فلورا بتتكلم مع حد مش موجود، فبتحاول تعرف مين منها اللي كان بيتكلم معاه. في الوقت ده بنشوف شبح بيعدي من وراها ومش بتاخد بالها من اي حاجة، لحد لما دانيال بيودي ميلينا للدكتور النفسي بتاعها. وبتبدأ هنا ان هي تشرح له كل حاجة بتشوفها في الأوضة والحمام، والدكتور بيعرفها ان دي اعراض اكتئاب مش اكتر. طبعا ميلينا بتكون متعصبة جدا لان محدش مصدقها، فبيعرفها دانيال ان هما محتاجين اجازة عشان يريحوا فيها دماغهم شوية. ولما بترجع تاني على الأوضة بتشوف اللمبة عمالة تنور وتطفي لوحدها، ولما بتروح عليها عشان تشوفها، وقبل ما تخرج من الأوضة في شبح بيمسكها من رجليها. وطبعا بيجي دانيال على الصوت ومش بيلاحظ أي حاجة زي كل مرة. وبالليل المربية بتشوف فلورا عمالة تمشي في البيت لوحدها، فبتطلب إن هي ترجع تاني على الأوضة، لحد لما النور بيقطع في البيت كله. ولما بتروح ميلينا على الأوضة عشان تشوف بنتها بتعرف إن هي لسه نايمة، وبتشوف المربية واقفة قدام الباب، وفجأة بتهجم على ميلينا عشان تخلص عليها، وبنعرف إن هي ممسوسة من الشيطان، ودانيال بيسمع صوت عالي جدا. وهنا بيشوف جثة المربية على الأرض قدامها وبيخاف، وبيعرف هنا ان مراته بتكون في خطر، فبيحاول ان هي تعرفه ان المربيه كانت عاوزه تموتها، وطبعا ده مستحيل لانه شاف جثتها في الصاله. في الاخر بيقرروا ان هم ياخدوا اجازه عشان يريحوا دماغهم، وفي الطريق بتيجي مكالمه على الموبايل بتاع دانيال، واللي بتكون من اخته جيسيكا، وبيتعرفوا ان هي خلصت الامتحانات بتاعتها وعاوزه تشوفهم في اقرب وقت ممكن، فبيخليها تيجي معاه على الرحله. بنعرف ان فلورا بتكون هاديه زي كل مره، لحد لما بتختفي من قدامهم وبيفضلوا يدوروا عليها. في الوقت ده دانيال بيقابل خطيبته القديمه واللي اسمها بيانكا، وطبعا بيكون مستغرب ان هو شافها في مكان زي ده. وهنا بنعرف ان هي لسه بتحبه، لحد لما بتشوف مراته وبنته فلورا، واللي بتكون فرحانة جدا اول لما بتشوفها. مع الوقت بنعرف ان فلورا بتكون مبسوطة مع بيانكا وبتتكلم لاول مرة، وعشان كده دانيال بيفضل مخليها معاهم. بالليل بيكون دانيال مع مراته ومبسوطين جدا، وميلينا بتحاول ان هي تلعب تاني مع بنتها، لحد لما الاشباح بتظهر قدامها، فبتفضل تصرخ ان دانيال يلحقها، وطبعا مش بيلاقي حاجة. وفي الاخر بيرجعوا تاني على البيت بعد لما بتخلص الاجازة. في الوقت ده فلورا بتطلب ان بيانكا ترجع معاهم على البيت، وفعلا بيسمعوا كلامها لان ده اول طلب منها. وفي البيت دانيال بيتكلم معاها وبيعرفها ان هي ما ينفعش تفضل هنا اكتر من يوم، وبيتمنى ان هو يشوف حد اقسم منها معاها. وبعد شويه بتوصل جيسيكا على البيت عشان تسلم على دانيال، وبيطلب منها ان هي تفضل مع بيانكا اطول وقت ممكن لانه شاكك فيها. بعد شويه بترجع على الاوضه اللي هتقعد جواها، وبتسمع صوت بيكون جاي من الدولاب، وبتفضل تقرب عليه. هنا بتعرف ان فلورا بتلعب معاها، وطبعا جيسيكا بتكون خايفه جدا، وبتروح على المطبخ عشان تشرب شويه ميه. وبعدها بتسمع
صوت جاي من الأوضة بتاعت بيانكا وبتشوف شكلها غريب جدا ومرعب، فبتفضل تصرخ عشان أخوها يلحقها، ولما بيوصل على الأوضة مش بيلاقوا حاجة، وملينا بتعرف إن شكلها طبيعي وجيسيكا بتكون مش مصدقة. وبالليل دانيال شاف كتاب سحر في بيته وما يعرفش هو بتاع مين، وبيعرف إن التعويذة دي محتاجة لجسم طفل ميت، فبيكون شاكك إن بيانكا استخدمت الطفل بتاعهم في السحر، فبيروح على مدافن عشان يشوف ابنه وفعلا مش بيلاقيه. وفي التعويذة بيعرف إن الشخص اللي عمل السحر هيكون عنده قوة خارقة بعد 5 سنين، فبيرن على مراته بسرعة عشان يطمن عليها. طبعا ميلينا بتكون نايمة بعد يوم طويل ومرهق، فبيقرر ان هو يرن على جيسيكا عشان يطمن عليهم بسرعة. وفي الوقت ده بتسمع صوت ضحك مرعب جدا جاي عليها، وبتحاول المرة دي ان هي تصور كل حاجة بالموبايل، وده عشان توريهم الحقيقة. بتشوف فلورا قاعدة مع بيانكا على السرير وشكلهم مرعب جدا، لحد لما دانيال بيرن عليها وبيانكا بتشوفها. هنا بتهجم عليها عشان تموتها، ودانيال بيعرف ان اسرته في خطر، وبيرجع تاني على البيت بسرعة بعد لما بتموت جيسيكا. وبتصحى ملينا على صوتها وبتشوف فلورا نايمة جنبها، فبتحاول هنا ان هي تصحيها عشان تطمن عليها، لكن شكلها بيكون مرعب جدا. بتفضل تهجم على امها عشان تموتها، وفي الاخر بتهرب تاني من الاوضة، لكن الباب بيتقفل عليها. بترجع فلورا عشان تمسكها من رجليها، وفي الاخر بتخبط في الحيطة عشان تخلص منها، وبتشوف جثة جيسيكا على الارض قدامها. وهنا بيانكا بيكون شكلها مرعب واقفة على الحيطة، وبتحاول ان هي تهرب من البيت، لحد لما بتستخبى في المطبخ وبتشوف سيف حد جنبها. وهنا بتفضل بيانكا تقرب عليها عشان تموتها بشكلها المرعب، لحد لما بتضربها مينا بالسيف بتاعها، فبتقدر ان هي تقطع بقها باللي بيقدر عليه. وهنا بيرجع تاني بعد اقل من دقيقه وكانه ما حصلش اي حاجه. بتحاول بيانكا ان هي تخلص عليها، لكن بيوصل دانيال في الوقت المناسب وبيقدر ان هو يلحق مراته، وده قبل ما تموت. وطبعا بنعرف ان هي طلعت جثه ابنهم اللي كان في المدافن، وانها عملت سحر عشان يكون القوه عندها قوه خارقه بعد 5 سنين، وان هي قتلت نفسها عشان تعمل كده بسهوله، وقررت ان هي تبدل بنتهم بواحده تانيه من الشيطان، وبيعرفوا ان فلورا مش بتكون بنتهم الحقيقيه. وبيحاول دانيال ان هو يهرب من البيت مع ميلينا، لحد لما بيشوف فلورا واقفه قدام العربيه بتاعتهم، فبينزل منها عشان يعرف هي عاوزه ايه. في الوقت ده بترجع تاني عليهم عشان تخلص عليهم، وفي الاخر بيعملوا حادثه وبيشوفوا جيسيكا واقفه قدامهم بشكلها المرعب. وملينا بتعرفوا ان دي مش اخته، وبتفضل بيانكا تضحك بصوت عالي جدا ومرعب. وبيعرف دانيال ان الحل الوحيد عشان يقتلها هو النار اللي هتنهي حياتها، فبيطلع الولاعه من جيبه عشان يرميها على بيانكا، وبيعرف ان هو كده خلص منها، لحد لما الشبح بيدخل في مراته وبيبدأ شكلها يكون مرعب، وبتهجم على دانيال بكل سهولة، لكنه بيفضل وراه عشان يلحقها. بيشوفه طيارة في الجو قدامه، وفي الاخر بتقدر انها تهجم عليه بالسكينة في كتفه، لكنه بيضربها عشان تبعد عنه. بعد شوية بتروح عليه بمنشار كهربا في ايديها، وبتفضل تقطع في كل حتة في جسمه عشان تخلص منه، والروح بتحاول انها تخلص على ملينا بنفسها. وفي الوقت ده دانيال بيحاول يكلم مراته عشان يفكرها بذكرياتهم وايامهم الحلوة، واللي بتخليها ترجع تاني لجسمها، والروح بترجع على بيانكا في القبر بتاعها. هنا بتولع فيها النار عشان الشيطان ينتقم منها، وفي الاخر بيرجعوا تاني على المستشفى عشان يعرفوا مكان بنتهم الحقيقية. وفي الاخر بيروح على المكان بتاعه عشان يرجعوها تاني على البيت مرة تانية، وبيخلص الفيلم لحد هنا. فما تنساش لو عجبك الفيلم تعمل لايك للفيديو واشترك في القناة، ولو عندك اي اقتراح لفيلم رعب او اكشن اكتبه لنا تحت في الكومنتات، واشوفكم ان شاء الله في فيلم جديد. سلام.